أكد سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين تميز العلاقات العمانية البحرينية بأبعادها التاريخية العميقة، والتي تعد نموذجا راسخا للأخوة التي تستند إلى ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة وأواصر المحبة ووشائج القربة. السفير العماني أضاف في تصريح خاص لتلفزيون البحرين أن المواقف السياسية لسلطنة عمان ومملكة البحرين متطابقة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ومجمل التحديات المحيطة بالمنطقة. ترتبط سلطنة عمان ومملكة البحرين علاقات أخوية تاريخية وطيدة امتدادا يعني بعمق التاريخ. نحن نعرف أنه حضارة ميان ودلمون كانت حضارتين متخمتين، كان تواصل تجاري والترابط ما بين دولتين كان واضح، ويعني أثبتت الأثر اللي عثرت عليها في عمان عن العلاقات الوطيدة بالبحرين، مرورا بالتاريخ إلى إنشاء مجلس التعاون بدول الخليج العربي اللي حقق أكبر تقارب ما بين عمان والبحرين. في عام 2022 قام مجلس السلطان هيثم بن طارق معظم عبد الله بزيارة رسمية لمملكة البحرين، كان أثرها عميق على المستوى الشعبي. البحرين وسلطنة عمان دائما متوافقين في الآراء، في المواقف السياسية، بالتواصل دائم. عمان دائما تستشير البحرين في يعني كثير من المواقف، وتستأنس برأيها في كثير من المواقف السياسية الدائرة في المنطقة. عمان والبحرين دول يعني قريبة في العادات والتقاليد فيما بينهم، أيضا يعني نشوف كثير من العمانيين يزوروا مملكة البحرين بحكم العلاقات الاجتماعية الحاصلة والدائرة ما بين البحرين والعمانيين، أيضا من خلال تردد البحرينيين والعمانيين لسفارة عمان في المجال القنصلي، وجدنا أنه هناك يعني تزاوج كثير ما بين العماني والبحرين، وأثبتت يعني بعض الدراسات في الفترة الأخيرة بأنه يعني الشعب العماني والبحريني يعتبر من أكثر الدول تقاربا في المنطقة.